هذا هو لاعب فريق الاتحاد المصري عبد الله. هذا هو الشعافي رقم 18. عبد الله الشعافي القادم الاهلي بنغازي على سبيل الإعانة. عبد الله الشعافي. عبد الله يا شعافي يا شعافي عبد الله. كورة في مرمى من. مافوندي كريسس بريه طويله بالجهه الكبيره الهجوم الاهلي صالح فريق الاتحاد المصري الشعافي لاي من عميره ولكديري لكديري لكديري سحب الثاني ترجع وين اروح عبد الله الشعافي سافره وخطا من محمد الزروق عامل بدني في الاسبوع السادس دور 2018 ممكن الكره ممكن التعادل تمناها أن تكون 80 دقيقة حياة المباراة. لكن عمر دعوت ولكن مرة كانت التغطية كانت ممتازة من عيسى العبيدي. شوف الشعافي لاعب كرة في ظهر المدافعين والانطلاقة كانت من اللاعب أمام كابتن فريق الاتحاد المصري يا أمير عمير كرة في وسط عبد الله الشعافي العرضية إلى الراسية بالراس الراس الكرة هذا الشوط الثاني بدر حسن أنيس كتو ومحمد الشيخ هذه تشكيلة الفريق الأهلي 19 رواية الحامد هذه تشكيلة الفريقين لقوة مزايات هذا الشيخ الجهة اليمنى محاولة المرور قبل التعديل منتخب النيجيري للشباب والسبق الأول خاطر تجارب احترافية في الدور الأمريكي وليتوانيا ويعتبر نسيان لاعبا أساسيا مع المنتخب النيجيري للشباب وتوج أيضا مع المنتخب النيجيري لنشيه ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة ترجع الكرة لجديد تمريرة لجديد الشعافي الشعافي وخطأ الشعافي وخطأ من الدوري السروق قريب من مرمى الحارس علي جميلة أمام فريق السويحلي عبد الرحيم التريكي في الاحتياط الأخير أمام المهاجم عبد الله الشعافي إذا انخفض العامل برا الشعافي عبد الله الشعافي الشعافي يدخل تمرير الكرة من جهة الملعب معروف مرر حاول استخراج الكرة من منطقة الخلفية لمنصف الملعب في نقطة والاتحاد المصري ثالث التكتيك في 27 نقطة ترجع المصري سينالي يمرر للشعافي الشعافي لواي العفط ما زالت الكرة وسط الميدان لصالح الاتحاد المصري يحاول يمر الشعافي والكرة يفتحها الطناشي بنغازي على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الاتحاد المصري في مرحلة الإياب هذا الحوار اللي كان بين الشعافي وكان بين الطناشي حاول الكرة بين يدي شعافي الشعافي أجمل لصالح الاتحاد المصري الآن وقت التحديد الشعافي مر الاتحاد المصري يسدد الكرة يسدد المرة الأولى عبالي رجالي الرسالة الثانية هذه عفط الشعافي يسدد على اجواء اللقاء هذه كره الشعافي في الميدان يمرر لي عبد الله الشعافي امام كابتن الفريق التناشي الشعافي والبنيه والكوره الكوره العوده الجديد للاتحاد المصري حاول يلعب الكره اللعبيه سريعه وانفه تكتيك خطير كبير للشعافي كبيرة جدا يسرع بكرة في خلف المدافعين ولكن في رأس أمامه وليد حسن يقطع كرة الشعافي عبد الله يمرر لي عبد الله الشعافي عبد الله الوحيد المعروف ما زال وسط ميدان الكرة عبد الله الشعافي علي المشرف يبعد عنه أيوة يا بنات
فاروق مسألة الكرة ترجري عبد الله الشعافي ووليد حسن والكرة في منتصف الميدان أقرب بصافرة من حكم الكرة لكن الآن قادر الآن لاعب الترجي عرف فيه الناس عبد الله الشعافي حاول الدوران مرر لاعب وليد حسن الشعافي يلعب كرة مرمية والداخل منطقة الجزاء هدف اللقاء ليصلع فريق الاهلي ابدا اللاعب احمد القديري وسط الميدان الكرة على عداني سفيان علي اكبر رابع الدوري محمد الدوري خيري المكوري هذه كرة وخطا لصالح عبد الله الشعافي من امام ساكا الجول هذه ممكن كرة تحت الكفة البنية بتجي عبد الله الشعافي لاير ونجوم ليصلع على الاتحاد المتراكي عبد الله يبقى على العرضية بتجي هنا على ارضية الملعب في ملعب شهداء الدنيا بكل تأكيد نتيجة سيناء السياليري عبدالله الشعافي عبدالله الشعافي ما زالت الكرة الفريق غير خطأ عايزة ترفع عمزة سدد وحارس المرمى وعاد ينجح والكرة تمحف تفضل تفضل على حفظ شاهد لعادة التسجيل الفريقي عبدالله الشعافي عبدالله يبعد على التمريرة طويلة بتجار الدين تصل لكيتا الشعافي صاحب هدف وحيد في أول لقاء مع الاتحاد المصرفي سجل يكسب خطأ الشعافي من أمام جبريل كاس بالأكثر أسئلة لصالح فريق الاتحاد المصرفي